السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلعب أرمر وارفير، بنلعب بدبابة الـ M60 2000 بوتوم. طبعا هذه الدبابة البرج معروف انه برج الابرامز، والشاصي شاصي دبابة البوتوم. هذا التزاوج انتج ذي الدبابة، طبعا هذا في الشرح مكتوب. نروح للأشياء المهمة هني، نضيفها ونفتح الديتيلز عشان تلاحظون الشيء المهم اللي بيصير. مثلا هني الديتيلز، وين وين الفيو رينج، اذا تضيف الفيو رينج يرتفع، او الايمنج تايم. وين الايمنج تايم؟ الايمنج تايم حلو 2.74. الريت اوف فاير بعد احنا بنضيف عشان يكون ريلود تايم عالي واجد. الحين 8.28. دامج بير مينت 3392. الدبابة الأولية التشالنجر 1 الفولكون أفضل منها من ناحية الدامج. الديفنس 2290، يمكن الدرع هني أفضل، يمكن، بس نروح هني للدرع. الترت نعم الدرع هني أفضل 410، 320 السايد. الخلف بعد أفضل بواجد 100. الهيل موديفيشن او الهيل ارمر، وين الترت؟ الترت ارمر 410، 320، 100. الدبابة الشاصي نفسه من قدام 320، نفس الشيء تقريبا 100. تعبان 47، اكيد بيكون تعبان لانه ما في دروع حوالين الجنزير او العجلات هذه، والجنزير نفسه ما فيه. نروح هني المدفع 120 ملي. البرج برج الام1 تانك ابرامز، انتجت وتم تحسينها في عام 1990. ايش حق الواحد يبيع الدبابة هذا؟ تفيدك، يعطونك اكسبيرينس اكثر في ذي الدبابة. مثلا لما تروح هني يقول لك بونص كريدت 50%، وبونص ريبيتيشن الخبرة 50%. لما نروح هنا نحط هذا الشيء حق الفاير باور، هذا خلي الريت اوف فاير اعلى ويحسن المدفع. الريت اوف فاير فور فاستر ريت اوف فاير. الشيء الثاني اللي هنا وهذا يكون امتي. الامتي هذا يمكن يصير نضيف له ذا الشيء. نوعين للذخيرة، الاختراق هني 470، الاختراق هني 413. الدامج أعلى هني، هني أقل. هذا الطاقم مش متدرب، ثلاثة الطاقم. أبلاي بينت هو فيها ليش نحط البينتينج؟ البينتينج حق الصحراء بس. نروح هني، أو قبل ما نروح هني، أو قبل ما نروح نشوف إذا في أشياء مفتوحة من قبل أو موجودة ما في، فلازم نفتح أحد الصناديق. أنت حظك وش يطلع فيها.
بس ما طلع لنا حق الكرو والكماندر. استخدم من جديد احد الصناديق ونشوف ايش يطلع لنا. بعد ما طلع شيء يلا نبتدي المعركة. الحمد لله ان في لعيبة تقريبا لين الساعة 2، يكون في لعيبة الساعة 2 ليلا. من بعد الوقت ما في لعيبة، مرات يكون في مرات لا. طبعا هذا برج الامان تانك برامز معروف، يعني من اول ما تشوف دي الدبابة. بس البرج تلاحظون انه ماخذ مساحة كبيرة من الدبابة. طبعا النسخة هذه بدل ما يطورون الدبابة كاملا او يشترون دبابة جديدة مكلفة للدول، فيعطونهم ذي الدبابة برج الأموان تانك برامز الشاصي M60 تطوير. هذا تطوير رخيص، تقريبا رخيص يمكن 50% أقل من الدبابة الأساسية، مع أن الدبابة الأغلى في العالم هي التشالنجر، أغلى دبابة. بعدين تجي الدبابة اللي هو تانك برمز. الصيانة بعد مكلفة للدبابات، للدول اللي تمتلك دبابات. في سموكينج يونت هني وهنا. طبعا الامون تانك برامز فيها انواع ذخيرة، فيها ذخيرة ضد الدروع، فيها ذخيرة ضد الهليكوبترات، فيها ذخيرة ضد المخابئ او البانكر اللي بالاسمنت. فيها انواع ذخيرة واجد، بس بذي اللعبة يمكن الامون تانك المحدثة كلش يكون فيها هذه الاشياء، مع ان هني ما في شكل باتل فيلد انك تقاتل مروحيات. هني بس تقاتل دبابات ودروع ولايت تانك مدفعية. طبعا انا ضد دبابة اسمها مركافة، هي المركافة 2D. بعد عندهم عندهم 3 مركافة. في واحد بعد شارد الدبابة. اوكي هذا بعد فريقنا عنده مركافة. طبعا نقطة ضعف الدبابة بعد من تحت، خاصة إذا كان عندك البنتريشن عالي، يسبب دامج 516. أتذكر أنا قابلت ذي الدبابة لما ألعب، قبل ما ألعب فيها أصلا، يعني سويت له دامج. معروف نقاط ضعف الدبابة من الجوانب والخلف، خلف الدبابة نفسها. بمشي مع هذا دام انه هو نفس النوع. او سبوتنج معناته حد يشوفك. نعطيهم السايد او ما نعطي العدو نقاط ضعف الدبابة. طبعا هناك في موقع ممتاز في ناس قاعدين فيه اصلا. او شت زي ما انقلبت، لو عالم الدبابات انقلبت وتدمرت ما حد الا اذا في حد يساعدك. اوكي مشكلة البيب هذا عيق النظر والرؤية.
هاي ال بي ام دي 4. انا نروح فوق سويت دامج حق ال حق ال ايش هو بعد ما سوالي دامج نو بنتريشن هذا المركبة تدمرت الحين. اوه شيت، يمكن اطلقت على احد اصدقائي، مو مشكلة. فريندلي فاير، حلو. سويت دامج 447. زين بتحرك شوي. تعادلنا، هاي المشكلة. أكره حد يضربني من ورا، لأن نقطة الضعف الدبابات معظمها من ورا. في التشالنجر من ورا، إذا تبي تدمر التشالنجر لازم تضربه. أوه شيت، على العموم هاي مدرع لو ضربتها في أي مكان عادي. ليش؟ لأن الدرع مالها خفيف كلش. حلو، هاي أول مرة أواجه المركبة. تحرك تحرك، بس المركبة دامجها عالي بعد. شوي تعلق. خلنا نطلع من ذا الموقع اللي فيه مقبرة دبابات.
يلا هاي تجربتنا. الدبابة لا بأس فيها من ناحية الدمج، بس في اللي أفضل منها هذا الدبابة. وهذه مثلا مقارنة بين ذي الدبابة وذي الدبابة، تاخذ ذي الدبابة أو هذه. مع السلامة.